بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، الطلاب الأعزاء، طلاب جامعة الجامعة الزكية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في المحاضرة العاشرة والأخيرة من مقرر Writing in Organizations، مهارات الكتابة في المنظمات، MGM 202. المحاضرة العاشرة بعنوان Writing Careful Long Report، كتابة تقارير طويلة بعناية. كيف أستطيع أن أكتب تقرير مطول، أي تقرير طويل بعناية؟ سوف نتعرف على هذه النقطة إن شاء الله، أو هذه المهمة في هذه المحاضرة، المحاضرة العاشرة. هنا اللي هو الكورس أوتلاين، وهذه هي المحاضرة الأخيرة الذي بنشير عليها دائما في محاضرتنا، اللي هو العاشرة، Writing Carefully Long Report. طيب، Lecture Outlines، الموضوعات التي تغطيها هذه المحاضرة. Characteristics of Long Report، خصائص التقرير الطويل. الموضوع الثاني الذي يغطي هذه المحاضرة هو The process of writing a long report، عملية كتابة التقرير الطويل تمر بعدة مراحل، نتعرف لهذه المراحل. Parts of long report، هناك أجزاء للتقرير الطويل، نتعرف على تلك هذه الأجزاء. أربعة، documenting resources or documenting sources، توثيق المصادر. يعني التقرير الطويل بيحتاج الى مصادر معلومات، بالتالي كل معلومة لابد ان نوثق مصدر هذه المعلومة، وبذلك نستطيع أن نقول هذه التقرير تم كتابته بعناية، أي يكون فيه نوع من المصداقية، نوع من الإيزيكال، الجوانب الأخلاقية. خمسة، A model long report، نموذج لتقرير طويل، متعرف على تلك النموذج. أخيرا، final word of advice about long report، هناك يعني كلمات نهائية للنصائح حول التقرير الطويل أو اللونج ريبورتس أو التقارير الطويلة. طيب، بسم الله، نبدأ في موضوعات المحاضرة. Characteristics of long report، اللي هو خصائص التقرير الطويل. The following sections explain some of the key elements in a long report، يعني الأقسام التالية بوضح لنا بعض العناصر الأساسية أو بعض الخصائص الأساسية في تقرير، في التقرير الطويل. elements، عناصر. the first one is scope، نمرة واحد، أول خاصية أو أول عنصر من عناصر أو خاصية من خصائص التقرير الطويل هو النطاق. scope، النطاق أو المجال اللي يتم فيه كتابة التقرير. A long report is a major study that provides an in-depth view of a key problem or idea. التقرير الطويل أو المطول هو دراسة رئيسية، major study، دراسة رئيسية، يقدم نظرة متعمقة لمشكلة معينة أو فكرة معينة، أو لمشكلة رئيسية أو فكرة رئيسية. view a key problem or idea. For example, a long report written for a course assignment may be 8 to 20 pages long. A report for a business or industry may be that long, or more likely much longer, depending on the scope. يعني بناء على المجال وبناء على النطاق
of the subject. ماذا يعني هذه الكلام؟ يعني في المثال قد يكون التقرير الطويل المكتوب لمهمة ما إذا كان دورة تدريبية يعني أو أي كان من 8 صفحات إلى 20 صفحة، وقد يكون التقرير الخاص يعني بشركة معينة أو صناعة معينة إندستريال طويل جدا، أو على الأرجح أنه يكون أطول بكثير. هذه هي يعني التقرير الطويل بناء على الصفحات، يعني عدد الصفحات. إذا كان تقرير هذا تقرير لصناعة معينة أو تقرير لدورة تدريبية أو أي كان، هذا اعتمادا على نطاق الموضوع. Depending on the scope. Depending on the scope of the شنو؟ Of the subject. النطاق هذه بحدد انه التقرير يكون كم صفحة. هي نتفق انه التقرير هي تقرير طويل، لكن عدد صفحاتها وطولة من تقرير الى يعني يتراوح طول التقرير من تقرير الى تقرير اخر بناء على النطاق. Depending on the scope of the subject. The implications of a long report are wide-ranging for a business relocating a facility, retraining employee, editing a new line of a product or services, or upgrading its technology. يعني في آثار implications، في يعني limitations أو آثار مترتبة. الآثار بترتب على التقرير الطويل وواسعة النطاق بالنسبة للأعمال زي نقل المنشأ أو إعادة تدريب الموظفين أو إضافة خط جديد من المنتجات أو الخدمات أو ترقية التقنيات. دي كل عبارة عن شنو؟ عبارة عن يعني آثار مترتبة لأنه التقرير هو يكون تقرير طويل بناء على النطاق، يعني واسعة النطاق. إذا كان مثل هذه الأشياء أو مثل هذه الأنواع، هذا يعني يقود انه التقرير يكون تقرير طويل. بالتالي الاليمنتس او الكاركتريكتس رقم واحد او العنصر الاول من عناصر انه اللونج ريبورت النطاق او المجال. طيب نمرة اثنين الريسيرش، يعني من العناصر او الخصائص الريسيرش. الريسيرش اللي هو البحث. اللونج كومبريهنسيف ريبورت requires much more extensive research than a short report does. تالي يتطلب التقرير الطويل اللي هو requirement requires يتطلب التقرير الطويل والشامل comprehensive شاملة بحث مكثف أكثر بكثير من ما يتطلبه التقرير القصير. More extensive research than a short report. يعني في التقارير قلنا في التقرير القصير يعني واحدة من العناصر كان البحث عشان تجمع معلومات لكتابة التقرير. كذلك واحدة من العناصر أو الخصائص لكتابة التقرير الطويل والبحث. نمرة اثنين البحث. طيب البحث في التقرير الطويل مقارنة بالتقرير القصير، هنا أنا ببحث بطريقة أكثر، يعني بحث بطريقة مكثفة. لما لإعداد تقرير مطول أو تقرير طويل. ما فائدة من البحث؟ ما هي الفائدة من البحث أو البحوث؟ البحث لتوفير المعلومات، يعني كل بحث بوفر معلومات، والمعلومات بيساعد اللي هو الشخص الكاتب أو القائم بعملية التقرير لكتابة التقرير بناء على معلومات جمعها من خلال النطاق المعين أو المجال المعين يعني الذي يريد أن يكتب فيه التقرير. لذلك information can be gathered، يعني المعلومات information can be gathered over time from primary and secondary research. يعني المعلومات حتى المعلومات يمكن جمع المعلومات بمرور الوقت من البحوث الأساسية والبحوث الثانوية. لما يقول primary بمعنى مصادر أولية، يعني primary and secondary research. يعني ال primary research المقصود إنه جمع بيانات أساسية أو بيانات أولية، والسكندري ريسيرش جمع بيانات ثانوية. طيب البيانات البرايمري هذا الأولية، هذه بيانات يتم أو معلومات يتم جمعها لأول مرة
اذا كان عن طريق الكوتشنير او عن طريق الملاحظه او لاول مره. اما السكندري ريسيرش هي بيانات موجوده مسبقا لكن تساعد الباحث او يساعد الكاتب كاتب التقرير بمعلومات اضافيه زي الكتب والبحوث السابقه والارتكلز والتقارير المطوله القديمه، دي كل عباره عن مصادر ثانويه موجوده. اما الاوليه معلومات يتم جمعها لاول مره. بالتالي انترنت ريسيرش لستس بوكس ارتكلز جوفرمنت دوكيومنتس لابتري كل عباره عن بيانات اللي هو ثانويه. اون سايت فيزيتد اند تيست conferences with your boss and work and co-workers interviews and the right is own observations. هذه دي بيانات الobservations والinterviews، دي عبارة عن بيانات أولية. أما الموجودة في الكتب زي البوكس والarticles واللي هو الgovernment documents ولا باتري، دي كل عبارة عن شنو؟ عبارة عن بيانات ثانوية. For course report will you will have to do a great deal of research and possibly interviewing to take down relevant background information and to discover what experts have said about the subject and what they propose should be suggested or have even done. بالتالي بالنسبة للتقرير الخاص بالمثلا دورات تدريبية for example، يستعين أو يعني يكون عليك أنت كباحث أو ككاتب إجراء قدر كبير من البحث وربما إجراء مقابلات يعني لتعقب أو يعني تضمن المعلومات الأساسية ذات الصلة واكتشاف ما يقوله أو ما قاله الخبراء في المجال المعين حول الموضوع. لذلك بترجع للبيانات الثانوية وما يخترعونه وما يتم اقتراحه السجكش ما يتم اقتراحه يجب اقتراح حتى القيام به في عملية التقرير المطول أو يجب الاستعانة به في عملية كتابة التقرير المطول. هذا هو الريسيرش أو البحث. الريسيرش باختصار يعني التقرير المطول يعني يحتاج لبحث مكثف أكثر من التقرير القصير. ومصادر البحوث عندنا أو لدينا مصدرين، مصادر أولية ومصادر ثانوية. والمصادر الأولية يسمى primary والمصادر الثانوية يسمى secondary. والمصادر الأولية دائما زي الانترفيوز المقابلات والobservations الملاحظات. والمصادر الثانوية دائما اللي بنجمع منها معلومات لكتابة التقرير عبارة عن كتب، يكون في books articles، يكون في يعني governments documents اللي هو الوثائق أو التقارير الخاصة بالمؤسسات الحكومية. دي كل عبارة عن يعني عبارة عن مصادر ثانوية بنوفر منها معلومات تساعدنا في كتابة التقارير. طيب امر ثلاثة اللي هو الصياغة الفورمات. A long report is too detailed and complex to be adequately organized in memo or letter format. بمعنى انه التقرير الطويل مفصل ومعقد للغايه، يعني هي يعني التقرير الطويل المفصل بيكون معقد كومبلكس اللي هو فيه نوع من التعقيد معقد بحيث لا يمكن تنظيمه بشكل مناسب. organized in memo يعني بشكل مناسب يعني في شكل مذكره او خطاب memo or letter format. بالتالي يعني the product or through research and analysis the long report gives readers a detailed discussion and interpretations or long or large quantities of data. بمعنى نتائج البحث والتحليل الشامل تحدثنا عنه في العنصر اللي هو اللي قبله في البحث. يقدم التقرير الطويل للقراء مناقشات مفصلة وتفسيرات اللي هو الانتربريتيشنز اللي هو تفسيرات لكميات كبيرة من البيانات quantities of data يعني يكون لبيانات كبيرة
لذلك الصياغة بتكون معقدة. To present the information in a longer in a logical and orderly fashion, the long report contained various parts, sections, headings, subheadings, documentations and supplement, appendix and يعني حتى اللي هو ال 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 واضح انه هذه الجزئية انه التقرير الطويل عشان نقدمه بطريقة يعني منظمة ومنطقية ومنظمة يحتوي على اجزاء مختلفة واقسام وعناوين وعناوين فرعية عناوين وعناوين فرعية ووثائق اللي هو والملاحق. بالتالي لم يتم تضمينها في تقرير قصير. هذه الاشياء ما بكون مضمنة في التقرير القصير. That would never be included in a short report. يعني كل هذه الأشياء اللي تم ذكرها في في فيما يتعلق بالمعلومات. يعني ال long report بتكون من شنو various part اللي هو ال sections الجانب الخاص بال headings وال sub headings documentations السبلمنت اللي هو الملاحق كل هذه that would never be included in the short report لن يتم تضمينها ابدا في شنو بشكل يعني في التقارير القصيره. بالتالي اللي هو also gives readers اللي هو التقرير الطويل gives readers a variety of visuals including chart graph and even multicultural كاليندر. يعني التقرير الطويل بالتالي بيوفر للقراء مجموعة متنوعة من العناصر المرئية يعني منها المخططات والرسوم البيانية وحتى التقويم المتعدد اللي هو متعدد الثقافات Multicultural Calendar. هذا هو الاختلاف في التنسيق ما بين التقرير الطويل والتقرير القصير. لذلك التقرير الطويل بيكون شامل ويعني مفصل يعني أكثر مقارنة بالتقرير القصير. بأربعة اللي هو تايم تيبل الخاصية أو العنصر الرابع تايم تيبل اللي هو الجدول الزمني. A long report is generally commissioned by a company or an agency to explore with extensive documentation a subject involving personal, locations, technology, cost, safety, or the environment. تالي يعني بشكل عام يعني في generally يتم إصدار تقرير طويل بتكليف من الشركة أو وكالة معينة لما لاستكشاف موضوع بش يعني يشمل موظفين والمواقع الخاص والتقنية والتكاليف والسيفتي اللي هو الأمان وكذلك البيئة بتوثيق واسع بشكل واسع من التوثيق cost safety and environment. Many times a long report is required by law يعني يتطلب يعني في عديد من المرات يتطلب التقرير الطويل القانون او التقرير يعني التقرير الطويل يتطلب اللي هو الجوانب القانونيه. يعني على سبيل المثال investigating the feasibility of the project that will affect the ecosystem بمعنى التحقق من جدوى المشروع سيؤدي الى النظام البيئي. For example when you prepare a long report for a class project selected a topic that really interest you and or the collaborative group you are a part of because you will spend a good portion of the term working on it. بمعنى يعني زي يوضح عندما تقوم يعني بإعداد تقرير مطول لمشروع مثلا مشروع صفي يعني خاص بالعمل صفي بالتالي يعني بتحدد الموضوع يثير الاهتمام حقا يعني يكون موضوع مثير للاهتمام
وكذلك الكولابريتيف يكون في مجموعة تعاونية، لأنك ستقضي جزء كبير من الفصل الدراسي أو من الجانب الخاص بدراسة هذه التقرير في شنو في 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 شنو في 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 العمل في في العمل المعين أو في الورك. بالتالي يعني لابد إنك يعني تحدد فترة زمنية معينة، بالتالي يعني التقرير يكون مربوط بعمل ويكون فيه مجموعة يعني تعاونية لإنجاز تلك الأعمال أو تلك التقرير في فترة زمنية محددة. لذلك هذه هي الخاصية أو العنصر الرابع مهم جدا، اللي هو تايم تيبل. تايم تيبل أو الزمن المحدد أو الفترة، التايم تيبل يسموها الجدول الزمني، الجدول الزمني. طيب العنصر رقم خمسة اللي هو الأودينس أو الجمهور. The audience for a long report usually consists of individuals individuals in the top level of management. يعني الجمهور يعني يتألف أو يتكون جمهور التقرير الطويل من الأفراد في المستويات الإدارية العليا، level يعني in the top levels of management. بالتالي president vice يعني هم زي الرؤساء، البريزيدنت فايس بريزيدنت اللي هو يعني تكلم عن الرؤساء ونواب الرؤساء، واللي هو المشرفين كذلك، المشرفين والمديرين دايركتور، الهيدز اوف ديبارتمنت رؤساء الاقسام، هيد اوف ديبارتمنت رؤساء الاقسام، ولا سبلمنتيشن اللي هو المشرفين دايركتورز المدراء. هنا هو البريزيدنت الرئيس، الفايس بريزيدنت اللي هو نواب الرؤساء في المجال المعين. Who makes executive financial and organizational discussions؟ يعني الذين يتخذون القرارات التنفيذية والمالية والتنظيمية. Who makes executive financial and organizational decisions؟ بالتالي these individuals are responsible for long range planning or seeing the big picture so to speak. يعني هؤلاء الأفراد مسؤولون عن التخطيط طويل بعيدة المدى أو التخطيط طويل المدى، بمعنى التخطيط الاستراتيجي، تخطيط طويلة المدى هذا من مسؤولياتهم، وكذلك رؤية الصورة يعني الرؤية الكبيرة أو الرؤية اللي هو الرؤية الثاقبة للشركة أيضا من مسؤوليتهم، وإذا ده هذا إذا جاز التعبير يعني، لأنهم هم موجودين في الإدارة العليا أو في مستوى العليا من الإدارة، top levels of management audience. طيب العنصر رقم ستة وأخيرا اللي هو collaborative effort، التعاون، الجهد التعاوني، يكون في تعاون في عملية اللي هو التقرير الطويل. The long report is in the world of business may not be the work of one employee. يعني التقرير الطويل في عالم العمل هي ما من عمل موظف واحد أو شخص واحد، work of one employee. No, rather it may be a collaborative effort. The product or committee or a group. يعني هي بالعكس، هي يعني قد يكون جهد تعاوني نتاج للجنة معينة، كوميتي معناته لجنة، يعني يكون لجان مكون من عدد من الأشخاص، أو جروب يكون عن طريق مجموعة. بالتالي your instructor may ask you to work in a group or alone. يعني رئيسك المباشر أو اللي هو رئيسك يعني في العمل قد يطلب منك العمل يكون يعني في مجموعة أو لمفردك عشان تعيد تقرير طويل، لإعداد تقرير مطول. بالتالي the group should estimate، المجموعة estimate a realistic time necessary to complete the various stages of the work when draft are due or when editing must be concluded. For example, a project schedule based on the estimate should then be prepared. يعني يجب على المجموعة اللي هو التعاونية هذا يعني التعاون على تقدير أو التعاون على تقدير الوقت، استيميت تقدير الوقت الواقعي واللازم لإكمال يعني مختلف مراحل العمل. بالتالي عندما يحين الموعد
الخاص بالمسودات، يعني انها المسودات الخاصه، المسوده التابعه للتقرير الطويل عند الانتهاء من التقرير. بالتالي على سبيل المثال يجب، يعني هذا هو على سبيل المثال، بالتالي يجب يعني اعداد جدول زمني للمشروع بناء على هذه التقديرات او التقديرات الزمنيه. وهذه التقديرات يتم في شكل كولابريتيف، في شكل تعاون، وفي شكل جروب، وفي شكل لجنه كوميتي او جروب، يعني لجنه او مجموعه. لذلك اللي هو ايضا يعتبر الجهد الجماعي او العمل الجماعي واحده من العناصر والخصائص المهمه للتقرير الطويل او التقرير المطول. طيب ننتقل للعنوان الثاني في المحاضره، The process of writing a long report، اللي هو عمليه كتابه التقرير الطويل. طيب عمليه التقرير الطويل لديها عدد من شنو؟ عدد من اللي هو الارشادات. The following guidelines will also help you plan you plan and write a long report. يعني اول خطوه او اول ارشاد من الارشادات انك يعني في عمليه كتابه التقرير الطويل، الارشاد الاول identify a significant topic، تحديد موضوع مهم، انك تحدد موضوع مهم. الحاجه الثانيه conduct research، اجراء بحوث، تقوم بعمليه بحث. يعني بعدين الناس يعني ما تلخبطش بين العملية الإرشادات الخاصة بعملية الكتابة للتقرير الطويل والخصائص أو عناصر التقرير الطويل. تمام، هذه هي متحدث الآن عن الجايدلاينز، الإرشادات في متخصص بعملية، يعني تساعدك في عملية اللي هو كتابة تقرير مطول. identify a significant topics، conduct research، expect to confer regularly with your supervisor، بمعنى يعني توقع التشاور او تقوم بعمل التشاور بانتظام مع مشرفك او رئيسك في العمل او اعضاء الفريق or team members الموجودين معك في العمل. كذلك اللي هو revise your work often، راجع عملك في كثير من الاحيان، لازم انك تقوم بعمل مثل مراجعة. keep the order flexible at first، بمعنى حافظ على مرونة الطلب أو المرونة الخاص بالطلب في البداية. prepare both day to day calendar and checklist، قم بإعداد تقويم يومي خاص بقائمة شنو؟ وقائمة المراجع، يعني calendar and checklist، اللي هو هذه هي ستة إرشادات تساعدك في عملية كتابة اللي هو خاصة بعملية كتابة تقرير مطول. طيب ننتقل للإصطلاح اللي بعده والعنوان الثالث في هذه المحاضرة، والموضوع الثالث part of long report، الأجزاء، أجزاء اللي هو التقرير المطول. طيب a long report may include some of all the following 12 parts which from three categories، بمعنى يشمل التقرير الطويل على بعض الأجزاء أو كل الأجزاء اللي هو الخاص بال 12 جزء، والتي تشكل ثلاثة categories اللي هو ثلاثة فئات. الفئة الأول بيسموه بالفرنت اللي هو meters، بمعنى ده الفئة الأولى، يعني هي العدد كم؟ الأجزاء 12 جزء. اوكي نتكلم عن part of long report، ده 12 جزء. طيب ال 12 جزء مقسم الى ثلاثه كاتيجوريز، الى 3 شنو؟ 3 كاتيجوريز او ثلاثه فئات معينه. طيب كل فئه لديها عدد من الاجزاء. الفئه الاولى نمره 1 اللي هو يسموها اللي هو الفرنت هي اماميه، فرنت متر اللي هو الامر الامامي، الحاجات الاماميه، يعني فرنت اوف الحاجات الاماميه في التقرير. زي شنو؟ نمره 1 فيه الليتر اوف ترانسميتال اللي هو الخطاب بتاع الرسال، ده واحد. اثنين تايتل بيج اللي هو يعني عنوان الكتاب، تايتل اللي هو بيج، صفحة العنوان. اثنين ثلاثة ابستراك الملخص او المستخلص، ثلاثة. اربعة تيبل اوف كونتنت، بمعنى
جدول المحتويات، هذه أربعة. خمسة اللي هو الإلستريشنز بمعنى اللي هو قائمة الرسومات والتوضيحات، دي خمسة. خمسة في الجزء الأول. طيب الجزء الكاتيجوري الثاني، الفئة الثانية، هم قالوا ثلاثة فئات. الفئة الثانية اللي هو اسمها الريبورت تكست، بمعنى نص التقرير، فيه المقدمة واحد، المقدمة فيه اثنين، البودي اللي هو النص أو جسم التقرير، وفيه اللي هو الكونكلوجن الخلاصة أو الخاتمة، ثلاثة الكونكلوجن خاتمة، ريكومنديشن أربعة. احنا خمسة زائد أربعة، الجزء الأول فيها خمسة، الفئة الأولى خمسة، الفئة الثانية فيها كم؟ فيها أربعة، أربعة زائد. نشوف الفئة الثالثة الباك ميترز، الفئة اللي هو الباك ميترز بمعنى باللغة العربية عندما تحدث عن الباك ليترز اللي هو معناها اللي هو الجزء الخلفي من التقرير، بيتكون من ثلاثة. أول حاجة الجلاسري، الجلاسري معناه شنو؟ معناته القائمة بتاعت المصطلحات، أو اللي هو قائمة المصطلحات أو المسرد، يعني في مصطلحات معينة، ده واحد. في الريفرنسز سايت بمعنى اللي هو الريفرنس سايت، المراجع، قائمة المراجع، اثنين صحيح. أخيرا عن أبندنجز، الأبندنجز اللي هو نقصد به الملاحق، ثلاثة اللي هو الجزء الثالث فيه شنو؟ ثلاثة. طيب خمسة في الفئة الأولى، أربعة في الفئة الثانية تسعة، ثلاثة في الفئة الثالثة يساوي شنو؟ 12. هذا هو الأجزاء ال 12 بالنسبة لشنو؟ بالنسبة لي اللي هو التقرير المطول، البارت اوف لونج ريبورت، 12 جزء، 12 جزء مقسم على ثلاثة فئات، الفئة الأولى فيها خمسة، الفئة الثانية فيها أربعة، والفئة الثالثة فيها ثلاثة، وإجمالي 12 جزء. ونجي نتناول هذه الأجزاء إن شاء الله بالتفصيل. طيب اول حاجه الجزء الاول اللي هو الفرونت اوف ميتر، اللي هو الجانب الخاص ب اللي هو الواجهه الاماميه او الجزء الامامي من الجزء الامامي من التقرير. الجزء الامامي من التقرير يعني دائما يعني بيتكون من ليتر اوف ترانسميت، اول حاجه اللي هو بيتكون من يعني خطاب الارسال، ليتر خطاب اوف ترانسميت اللي هو الارسال، خطاب الارسال. This 3 of 4 بريغراف، يعني هذه هي بتكون من شنو؟ بتكون من ثلاثة وأربع فقرات. usually only one page، عادة ما بتكون في صفحة شنو؟ في صفحة واحدة. بتكون من يعني ثلاثة أو أربع بريغراف فقرات، لكن في صفحة واحدة. letter state that purpose, scope and major recommendation of the report، بمعنى توضح الغرض والنطاق والتوصية الرئيسية للتقرير. بالتالي it highlights the main points of the report that will most interest your readers، بالتالي يسلط الضوء على النقاط الرئيسية في التقرير التي يعني ستثير اهتمام القارئ بشكل أكثر. هذا هي الجزء الأول اللي هو خطاب الإرسال، نمرة واحد خطاب الإرسال اللي هو اللي بتوجد في مقدمة التقرير، ويتكون من هذه الجزئية، ويتكون من هذه العناصر. طيب نمرة اثنين التايتل بيج، صفحة اللي هو أو صفحة اللي هو العنوان. find out، نشوف مهمتها شنو أو توجد فيها شنو. find out what your boss or instructor prefers، يعني بتكتشف ما يفضله رئيسك أو اللي هو مدربك أو معلمك في المجال المعين. بالتالي basically your title page should contain the full title of your report and how you have restructured in time, space or method. ماذا يعني هذا الكلام؟ انه صفحة العنوان او دائما يعني يجب ان يحتوي على صفحة، يعني صفحة الخاصة بك، على العنوان الكامل لتقريرك، وكيف قمت بتقييد هذه الصفحة في الوقت والمكان أو الطريقة المناسبة. بالتالي يعني avoid titles that more bulge too short or too long،
بالتالي دائما تتجنب ان العنوان العنوان لا يكون قامت ولا يكون قصير جدا ولا يكون طويل جدا. يعني عدم القمود لازم يكون هو واضح، يعني ليس فيه قمود، والحاجة الثانية ما يكون قصير ولا يكون شنو ولا يكون طويل، يعني لا يكون لا شورت ولا لونج ولا حتى يكون فيه يعني غموض، يكون يعني واضح ومتوسط، لا طويل لا قصير. هذه هي تايتل بيج. الجزء الثاني هو التايتل بيج اللي هو يعني الجزء الثاني موجود في الكاتيجوري رقم واحد او الفئة رقم الفئة الأولى. طيب نمرة ثلاثة الابستراك. الابستراك بمعنى اللي هو الخلاصة او المستخلص. ابستراك سمرايز يور ريبورت. It is usually only one paragraph long and can be included in different part of your report on the title page, on a separate page, or even on the first page of the report. يعني الملخص ده أو اللي هو الابستراك المستخلص أو الملخص التقرير عادة يكون بطول يعني فقرة واحدة فقط، يعني في صفحة واحدة في فقرة واحدة، ويمكن تضمينه في جزء أو في أجزاء مختلفة من التقرير، في صفحة العنوان أو في صفحة يعني منفصلة براءة أو حتى في الصفحة الأولى من التقرير. A first page on the شنو on the report. But the abstract should always be in the reference of the report so reader can find it easily. يعني قال دائما يجب أن يكون يعني الملخص في مقدمة التقرير حتى يتمكن القراء من العثور إليه بسهولة. حتى يتمكن القارئ او القراء الريدرز من الحصول او من العثور اليه بسهوله. The abstract may be the most important part of your report. يعني المستخلص هذا اهم جزء في تقريرك. Not every member of your audience will read your entire report, but almost every one of them will study the abstract. مهم ليه؟ لماذا هو مهم؟ لأنه لن يقرأ كل فرد أو كل قارئ من جمهورك التقرير بالكامل، لكن كل فرد أو كل شخص من الجمهور هذا سيدرس الملخص أو سيقوم بقراءة المستخلص. المستخلص هذا بيشمل يعني عبارة عن التقرير الكامل لكن بشكل مبسط. إذا كان هذا المستخلص more attractive، الموضوعات اللي اتناولتها في المستخلص أكثر جاذبية، بالتالي سوف يقوم القارئ أو سوف يقوم القراء أو الانديفيدولز أو الأفراد بقراءة كامل التقرير. بالتالي الابستراك which is very important in the long report، في التقارير الطويلة. table of content من أربعة. table of content بمعنى اللي هو محتويات الجداول أو اللي هو محتويات الجداول او سوري يعني اوف تيبل اوف جدول المحتويات. جدول المحتويات يكون في جدول يعني عادي يكون في جدول اللي هو المحتويات بتوري انه ده المحتوى الفلاني في الصفحه الفلانيه، الموضوع الفلاني في الصفحه الفلانيه، بيسموه جدول المحتويات. The table of content lists the major headings and subheadings of your report and tells readers on which page they can be found. يعني التابل او جدول المحتويات هذا بيقدم سرد العناوين الرئيسيه والعناوين الفرعيه لتقريرك، بالتالي ويخبر القراء بالصفحات التي يمكن العثور عليها. يعني الموضوع الفلاني الفلاني في الصفحه الفلانيه وفي صفحه 48، عناصر كده في صفحه 58، يعني كل موضوع بالصفحه محدده بالصفحه المعينه. ده هذا هو ما يعرف بشنو بتايم بتيبل اوف كونتنت اللي هو جدول المحتويات. Essentially a table of contents show how you organized your report and emergence from many outlines and draft. بمعنى يشكل يعني بشكل اساسي يوضح جدول المحتويات كيف نظمت التقرير او نظمت تقريرك، ويسهل من العديد من المخططات والمسودات الخاصه بالمجال معين. يعني the items on those outlines frequently expand
shrink combined and can be moved around until you decide on the formal divisions and subdivisions of your report. يعني ال 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 يعني لن الجانب الخاص انه يعني ال 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 تتوسط العناصر الموجودة في هذه المخططات بشكل متكرر وتلخص وتحدد ويمكن نقلها حتى يعني تقرير الأقسام يقوم بعملية الأقسام المختلفة الأقسام الرئيسية والأقسام الفرعية لتقريرك. هذا ما يعرف به اللي هو المحتويات جدول المحتويات يعني العنوان الرئيسية والعناوين الفرعية بقسم يعني بقسم العناوين الفرعية والعناوين الرئيسية وبصفهم بصفحات معينة من السهولة بمكان العثور أو الحصول على هذه الموضوع من التقرير المعين. List of visualizations دي نمرة 5 اللي هو قائمة الرسومات التوضيحية. This يعني هذه القائمة this list contains the little for all the visuals and indicates where they can be found in your long report. يعني بيحتوي هذه القائمة على عناوين بالتالي لجميع العناصر المرئية وتشير إلى اللي هو مكان وجودها في تقريرك الطويل. يعني أي حاجة مرئي جدول شكل اللي هو يعني موجود مثلا الشكل رقم 1 عنوانه كذا موجود في الصفحة الفلانية الجدول رقم كذا موجودة في الصفحة بيسموه اللي هو يعني اللي هو قائمة الرسومات التوضيحية. الرسومات التوضيحية دائما في التقرير عبارة عن أشكال وعبارة عن جداول في المجال المعين. هذا هو الفئة الأولى وجدنا فيها خمسة شنو خمسة عناصر. نشوف الفئة الثانية فيها أربع عناصر. احنا قسمنا إنه هناك 12 عنصر أو 12 جزء. في الفئة الأولى فيها خمسة والفئة الثانية أربعة والفئة الثالثة ثلاثة. خمسة زائد أربعة زائد ثلاثة 12 جزء وهذه ما وضحناها. طيب text of the report اللي هو يعني الفئة الثانية نص التقرير بيحتوي على المقدمة introduction عفوا introduction المقدمة introduction كان the introduction may constitute as much as 10 or 15% of your report but it should not be any longer. يعني المقدمة دائما يشكل ما يصل إلى 10 أو 15% من تقريرك ولا ينبغي أن تكون كذلك. المقدمة هي ضرورية لأنها تخبر القراء على سبب كتابة التقرير. يعني بالتالي المقدمة مهمة جدا ويمثل جزئية أو يمثل عدد كبير اللي هو بنسبة 10 أو 15% من التقرير في المجال المعين. يعني المقدمة البسط فيه يعني كل ما تعلق وبعدين بتجنب في المقدمة دائما يعني avoid putting your findings conclusions or recommendation in your introduction. بالتالي المقدمة لديها حاجات معينة بالتالي أنا بتجنب إنها يعني أضع النتائج والاستنتاجات أو حتى التوصيات في المقدمة. أنا يعني to be careful إنك تتجنب أن تضع النتائج والخاتمة والتوصيات واللي هو حتى في في فيما يتعلق بالintroduction. طيب نشوف الintroduction دائما don't regard the introduction as one undivided block of information. بالتالي يعني لا تعتبر المقدمة كتلة واحدة غير مقسمة من المعلومات. لابد أن يكون مقسم إلى معلومات معينة. بالتالي يعني it includes related parts. يعني يجب أن يعني يتم تسميتها بالعناوين الفرعية. يعني يكون عندها which should be اللي هو labeled which subheadings. يكون عندها عناوين فرعية. طيب here are the types of information to include in your introduction which is very important. يعني هنا بعد اللي هو انواع المعلومات المهمة يجب ان تتضمنها في المقدمة. اول حاجة الباكراوند. باكراوند معناه شنو؟ يعني معناته الخلفية الموضوع التي تريد ان تكتب فيه التقرير. يعني تعمل فيها خلفية في المقدمة. الخلفية الباكراوند. بروبلم في المقدمة لازم يكون فيه المشكلة. مشكلة انت بتكتب تقرير في مشكلة معينة مراد حله لأن التقرير عبارة عن اتصال مكتوب وتوصل معلومات معينة من خلال التقرير إلى رئيسك المباشر أو إلى مشرفك لمساعدته في اتخاذ القرار لأنه في مشكلة معينة مراد حل لهذه المشكلة. أيضا purpose statement الغرض لازم بيانات الغرض من هذه التقرير and scope اللي هو النطاق أو المجال النطاق. هذه هي أربع أشياء لابد أنك تضمنها في شنو؟ تضمنها في المقدمة أو في مقدمة التقرير.
نمرة اتنين البودي. البودي معناته اللي هو جسم التقرير او النص بتاع التقرير. This section also called the discussion, يعني يسمى بالمناقشة. Is the longest possibly making up as much as 70% of your report. يعني مهم جدا, هو الأطول, أطول جزئية في التقرير هو الجسم أو النص أو ال body of report. بالتالي يشكل أو يعني بنسبة 70% من تقريرك. يعني باقي كل العناصر ال 11 عبارة عن شنو؟ عبارة عن 30%. يعني 70% من تقريرك اللي هو في البودي, في المناقشة هذا أو في جسم التقرير أو في متن أو نص التقرير, المتن أو النص أو البودي أو الجسم أي as you like. تالي يعني يحتوي على معلومات. يعني the body consists statistical information, the details about the environment and physical description as well as the various لو التفسيرات أو اللي هو التفسيرات interpretations and اللي هو comments تعليقات of authorized whose work you consultant as part of your research. بالتالي يعني يحتوي جسم التقرير هذا على معلومات إحصائية وتفاصيل حول البيئة والأوصاف المادية كذا, بالإضافة إلى التفسيرات والتعليقات المختلفة للسلطات التي هو اللي هو يعني اشرت عليها في جزء خاص من تقريرك او من بحثك المعين. بالتالي نص التقرير the body of your report be carefully, نص التقرير الخاص بك يجب ان يكون يعني يكون منظم, carefully organized to revive اللي هو coherent and well defined plan, يعني يكون منظم بعناية للكشف عن خطة يعني متماسكة ومحددة. الحاجة الثانية separate materials, يكون سبريت بمعنى يعني السبريت حاجة منفصلة, صحيح, فصل المواد إلى أجزاء ذات مغزى لتحديد القضايا الرئيسية. clearly relate the part to each others, يعني يكون مربوط ربط الأجزاء ببعضها البعض بشكل واضح, ربط الأجزاء ببعضها البعض بشكل واضح. أخيرا use headings to help your readers, يعني تستخدم العناوين المساعدة, العناوين اللي هو العناوين الفرعية, العناوين لمساعدة القراء. Identify major section more quickly, بمعنى يعني بيساعد القراء على تحديد الأقسام الرئيسية بسرعة أكبر. هذه هي يعني ما يتناوله أو ما يتضمنه اللي هو أو ما يمكن تشير عليه في جسم التقرير أو في متن اللي هو التقرير في الخاص بالمجال المعين. طيب ثلاثة اللي هو الخلاصة, بسموه الconclusions اللي هو الخاتمة الخلاصة فيه طبعا بكل النتائج الريزلت كل الأشياء دي. The conclusion should tie everything together for readers by persuading the findings of your report. يعني يجب أن يعني ترتبط الخاتمة كل شيء للقراء من خلال تقديم نتائج يعني تقريرك وبالنسبة لي اللي هو التقرير الذي قمت بكتابته. For a research report based on the study of the research located through various references reached to a conclusion should summarize the main viewpoints of the authorities whose works you have cited. بمعنى يعني دائما يعني يشير او بالنسبه لتقرير يعني بحث يستند على دراسه المصادر الموجوده من خلال عمليات البحث المرجعيه المختلفه. بالتالي تذكر هذه المصادر ويجب ان تلخص الخاتمه وجهات النظر الرئيسيه للسلطات او اللي هو للجهات التي استشهدت بها في اعمالك او في تقديرك في المجال المعين. هذه هي ما يعرف بالكونكلوجن او الخاتمه او الخلاصه الموجوده في المجال المعين, ودائما هي طبعا جزء من نص التقرير, يعني موجود في جسم التقرير او موجود في اللي هو ما يرى به اللي هو نص التقرير وفي المقدمه الخاصه بنص التقرير. طيب الكونكلوجن هذا يعني regardless of the type of research you do your conclusions should do the following, بمعنى بغض النظر عن نوع البحث the type of research, بالتالي يجب ان تؤدي الاستنتاجات الكونكلوجن اللي هو الاستنتاجات او الخاتمه الى الاتي. اولا be based on the information, تستند على معلومات الوثائق and documentation in the body of the report. الحاجه الثانيه corroborate اللي هو
the evidence information you give in the body of your report. بمعنى قم بتأكيد الأدلة الخاصة بالمعلومات التي قدمتها في متن تقريرك. كل في النتائج يعني في في الخلاصة. نمبر ثلاثة grow out of the work you describe in the body of the report. بالتالي يعني تق من العمل الذي يعني تصفه في متن تقريرك. أخيرا keep the areas that you that your report covers and not stay into areas in the did not. بمعنى الالتزام بالمناطق التي يغطيها تقريرك ولا ينبقي في المناطق التي لا يغطيها. يعني غطيت مناطق أو جزئية معينة في التقرير بالتالي تستبعد الجزئية التي لا تغطيها في التقرير. وهذا كله يعني يكون متضمن في الكونكلوجن أو في اللي هو الخاتمة أو الاستنتاجات النهائية بالنسبة للتقرير. طيب من أربعة الجزء الرابع من الفئة الثانية الريكومنديشنز اللي هو التوصيات. Recommendations اللي هو sections tells readers that should be done about the findings recorded in the conclusion. يعني باختصار هي يعني التوصيات بيخبر القراء ما يجب فعله بشأن النتائج المسجلة في الخاتمة. يعني بناء على النتائج أنا بعمل recommendation بتعمل توصيات. Recommendation tells readers how you want them to solve the problem your report has focused on. كذلك يعني التوصيات يعني بيخبر كيف يعني تريد ان يحلوا المشكله يحلوا المشكله يعني يركزوا عليها يعني في التقرير. يعني انا يعني عشان تحلوا المشكله الفلانيه لابد عليكم بواحد اثنين ثلاثه. هذا يكتب في التقرير في التوصيات. تقوم في التوصيات انه لحل المشكله المعينه يعني انا اوصي انا ككاتب اوصي بواحد اثنين ثلاثه لحل المشكله المشكلة الفلانية أو المشكلة الآتية. بالتالي هذه كله يتضمن يعني الحلول للمشاكل يندرج هذه في الجزء الخاص بالريكومنديشن بالتوصيات. هذا يسمى بالريكومنديشن أو التوصيات. طيب الفئة الأخيرة التي تكون من ثلاثة أجزاء سمي بالباك متر. الباك متر اللي هو الجزء الخلفي من في التقرير بيحتوي على الجلاسري اللي هو الجلاسري بمعنى يعني المسرد أو قائمة المصطلحات. The glossary is the alphabetical list of the specialized vocabulary used in a long report and the definitions. يعني قائمة أبجدية بالمفردات المتخصصة المستخدمة في تقرير طويل والتعريف يعني حتى التعريف. A glossary might be unnecessary if your report does not use highly technical vocabulary. بالتالي يعني هي قد يكون غير ضرورية إذا كان تقديرك لا يستخدم مفردات عالية التقنية. مرات في مفردات تكون عالية مفردات يعني محتاج لأنه اختصارات يعني حرفية. هذا يربي الكلاسري وهذا يتضمن في الجزء الأخير في الجزء الخلفي أو الجزء الأخير من التقرير. يعني عبارة عن يعني المصطلحات أو قائمة المصطلحات. والمصطلحات بمعنى يعني مصطلحات أو أحرف يعني تشير لفول وورد لكلمات أو لعبارات كاملة. هذا يربي الكلاسري أو بالمسرد أو بقائمة المصطلحات. الجزئية الثانية في الخلفية والجانب الخلفي من التقرير references cited بيسموها اللي هو قائمة المراجع. يعني any resource cited in your report website books articles television programs interviews review blogs كل هذه يسمى باللي هو المراجع. إذا كان المعلومات هذه يعني تم اقتباسها من يعني الحياة إذا كان من التقرير مواقع الانترنت الكتب والمقالات والبرامج التلفزيونية اللي هو حتى الارتيكلز والتلفزيون بروجرامز البرامج التلفزيونية المقابلات والمراجعات المدونات البلوكس وحتى المواد السمعية البصرية الاوديو فيجوالز ار يوجوالي ليستد ان ذيس سيكشنز. كل هذه الاشياء اللي هو تكون يعني مجدولة ومفهرسة في هذه الجزئية او تكون يعني في هذه الجزئية او يتم يعني في هذا القسم المعين قسم اللي هو الريفرنس سايت. الابندنكس اخر حاجه الابندنكس بسموه الملاحق باللغه العربيه الملاحق. الابندنكس اللي هو الملاحق اللي هو التولز الادوات اللي هو اللي استخدمتها لجمع المعلومات. الابندنكس كونتنت سبورتنج ماتيريالز فور ذا ريبورت تيبلز اند تشارتس تو لونج تو انكلود ان ذا ديسكشن سامبل كويشنز بادجت اند كوست استيميت كورسبوندنس اباوت ذا
اللي هو preparations of the report case هاي stories transcript of telephone conversations copies of relevant letters and documents upon which the report in past in is based on كده الى اخره. بالتالي الملاحق بيحتوي على المواد الداعمه للتقرير, يعني في بعض المواد بعض التولز بعض الماتيريالز انت استخدمتها ودعمت به وكتابه التقرير, بمعنى زي الجداول المخططات الطويله اللي تضمنها في المناقشه, واين من الاستنتاجات والميزانيات البجت والتقديرات الاستيميت التقديرات الخاصه بالتكلفه والمراسلات الكورسبوندنس المراسلات حول اعداد التقارير وتاريخ الحاله ونسخ المحادثات الهاتفيه واللي هو ايضا نسخ الرسائل والوثائق ذات الصله التي يستند اليها التقرير, وبالتالي اللي هو وما الى ذلك هو كل حاجه استند عليه او كل شيء استندت عليه في كتابه التقرير باعتباره تضعه في الملاحق او في نهايه التقرير. هذه هي يعني استشهدت بها في عمليه كتابه هذه التقرير في المجال المعين. هذه هي بهذه النقطه يكون يعني خلصنا الجزئيه الخاصه باجزاء اللونج ريبورت اللي هو ال 12 مقسم الى ثلاثه اجزاء او ثلاثه فئات. الفئه الاولى فيها 5 اجزاء, الفئه الثانيه 4 اجزاء, والفئه الثالثه 3 اجزاء, و5 زائد 4 زائد 3 اللي هو 12 جزء في التقرير. طيب ننتقل الى الموضوع اللي هو الرابع في المحاضره اللي هو documenting resources. documenting resources اللي هو بمعنى التوثيق المصادر او التوثيق الخاص بالمصادر, يعني اي مصدر جبت انه معلومه لابد يكون توثق له يعني. بالتالي documenting is at the heart of all the research you will do in the job, يعني التوثيق في صميم كل الابحاث التي ستجريها في في الوظيفه المعينه. بالتالي عشان توثق to document means the French readers which information about the print and اللي هو electronic sources as well as interview you have used for the factual support of your statement including books اللي هو بيتضمن لك اللي هو اذا كان الكتب journals مجلات newspapers اللي هو الصحف اللي هو المانوالز والgovernment and corporate reports اللي هو حتى تقارير الشركات وويب سايت الويب سايت اللي هو and others resources والمصادر الاخرى. دي كلها يسمى يعني مصادر documentation توثق لهذه المصادر عندما يعني تقوم بكتابة او تقتبس جزء من المعلومات الخاصة بالتقرير من هذه المصادر. بالتالي لابد انك توثق لهذه المصادر, وهذا ما يعرف بالدوكيومنتيشن او يسمى السورسز المصادر. بنزل شنو بنزل الدوكيومنتيشنز تعمل توثيق للمصادر. بالتالي دوكيومنتيشن is an important component of any long report for last three reasons. بالتالي يعني التوثيق ده هي عنصر مهم في اي تقرير طويل لثلاث اسباب ليست يعني هذا لا تست سري في ثلاثة اسباب بخلي انه التقرير هذا التوثيق هذا مهم في التقارير الطويله. طيب السبب الاول it demonstrate that you have done your homework by consulting expert on the subject of the of the subject and are relying on the most current and also relative sources to build your case persuasively. بمعنى إن يوضح انك قد انجزت واجبك من خلال الاستشارة الكونسلت اللي هو من خلال الكونسلتنج الاستشارة المعينة لاستشارة الخبراء حول هذا الموضوع. بالتالي يعتمد يعني احدث المصادر الموثوقية لبناء اللي هو القضية وبشكل مقنع كده. الحاجة الثانية if give proper credit to those sources بمعنى تعطي الاعتماد يعطي الاعتماد المناسب لتلك المصادر. ثلاثة السبب الثالث it informs readers about specific books, يعني يعلم القراء بكتب او مقالات او مواقع ويب معينة استخدامها يمكن يتمكن من الوصول عليها والتحقق من الحقائق والاقتباسات الخاصة في المجال المعين. هذه ثلاثة اسباب يعني يجعل انه التقرير يعني التوثيق عنصر مهم في التقرير الطويل للاسباب اللي هو الثلاثة اسباب. هذه هي هذه الاسباب.
طيب، أخلاقيات التوثيق: the ethical of documentation what must be cited. أخلاق التوثيق ما يجب الاستشهاد به. طيب، التوثيق لديه أخلاقيات: to ensure that your report avoid any type of plagiarism and maintains high ethical standards follow this اللي هو guidelines. يعني للتأكد من أن تقديرك يتجنب أي نوع من الانتحال ويحافظ على معايير أخلاقية عالية، اتبع الإرشادات أو التعليمات التالية. طيب، أول حاجة if you use sources and takes something for it document it. إذا كنت تستخدم مصدر وأخذت منه شيء، بالتالي قم بتوثيق هذه المصدر. مهم جدا، ده حاجة تقوم به في عملية التوثيق. الحاجة الثانية stay away for the past patchworking or the patchworking from patchworking، بمعنى يعني الابتعاد عن الترقيع اللي هو عن الترقيع باستخدام اجزاء وقطع من المعلومات، using bits of piece of information and passing them of as your own which is also an act of plagiarism. لما وهو ايضا عمل سرقه ادبيه، بالتالي لابد شنو، لابد انك تبتعد، الابتعاد عن الترقيع يعني انك تشيل قطعة معينة وتنسبه للتقدير المعين، لابد انك توثق. ثلاثة if any opinions interpretations and conclusions. interpretation اللي هو التفسيرات، اذا كانت اي اراء وتفسيرات واستنتاجات يتم التعبير عنها شفاهة او كتابة، بالتالي ليس ملكك، يجب عليك ان توثقه. التفسيرات والconclusions والexperts، كل هذه الأشياء writing are not your own، إذا كان هي غير ملكك you must شنو document them، لابد إنك توثق. even if you don't use author's acts word but still get an idea concept or point of view from sources still document that work in your report. بالتالي حتى إذا كنت لا تستخدم كلمات زي المؤلف الأوثرز المؤلف، بالتالي لكنك لا تزال تحصل على فكرة أو مفهوم وجهة نظر من مصدر معين، لا يزال المستند يعمل في تقديرك، بالتالي لابد أن توثق في هذه المجال. كذلك اللي هو يعني never alterate any original matters، اللي هو يعني لا تقوم أبدا بتغيير أي مادة أصلية للتلاؤم. يعني هذه كل عبارة عن إرشادات، يعني لا نقف عليه طويلا. كذلك يعني إذا كنت تستخدم بيانات إحصائية statistical data، بالتالي لابد أنك تقوم بتجميعها بنفسك في مجال معين. ونمرة always documents، دائما يعني قم بتوثيق عدد العناصر الفيجوالز، العناصر المرئية، الفلتوغراف والبرغراف والتابلز والشارتز كلها قم بتوثيقها. never بمعنى اللي هو submit the some research، لا تقدم أبدا نفس الورقة البحثية لدورة أخرى، لأن ده واحدة من الإرشادات ممكن تعمل بها. don't delete، لا تحذف، لا تقوم بحذف اسم المؤلف، delete author's name، يعني لا تقوم بحذف المؤلف اللي هو يعني في الجزئية الأولى الخاص به اللي هو citation أو المجموعة أو المصدر التي جلبت منه هذه المعلومات. هذه برضو مهمة جدا في المجال المعين. الحاجة الثانية what does not need to be cited، اللي هو ما لا يحتاج إلى الاستشهاد به. العناصر الفائتة نحن محتاجين إننا نستجد بها ونعمل بها، وهذه هي الأشياء التي لا نحتاج أن نعملها. There are no needs اللي هو cite the following، بالتالي الحياة التي لا نحتاج لها لا داعي للاستشهاد بها هي كالتالي: منها common knowledge scientific facts and formulas، بمعنى حقائق وسياق علمية معروفة، حيات معروفة دي ممكن ما محتاج إنها نوثق لها أو لا نحتاج إنها يعني نستشهد بها. كذلك اللي هو البيانات الجغرافية الافيلبل المتاحة، الجغرافيك ديتا المتاحة. وكذلك التواريخ اللي هو ويل نوين ديتس، التواريخ المعروفة ايضا لا نحتاج ان نستشهد بها في المجال الخاص بالتقرير. المعلومات التاريخية الواقعية ايضا، برضو المعلومات التاريخية الواقعية الهيستوريكال انفورميشن. كذلك اللي هو الامثال من التراث الشعبي، في حاجات كده في التراث الشعبي ايضا حاجات معروفة لا نحتاج ان نستشهد بها. ويل نوين اللي هو الجانب الخاص بالاقتباسات المعروفة، الاقتباسات المعروفة أيضا دي حاجات معروفة.
كذلك الكتب المقدسة زي بابل والقرآن، في كتب يعني برضو يعني الحياة المعروفة، وأخيرا اللي هو الأعمال الأدبية والكلاسيكية، الكلاسيك اللي هو الليتريتشر وورك، دي كل عبارة عن حاجات أو أشياء يعني معروفة لا يحتاج إلى الاستشهاد به في التقرير المعين أو التقرير المراد كتابته. اللي هو الجانب الخاص بتوثيق اللي هو الوراثي او اللي هو البرين برينسيتيكال دوكيومنتيشنز. بالتالي هذه هي التوثيق الوراثي، في يعني انواع من التوثيق، يعني هذا يشير الى انواع التوثيق التي يعني يتم بها التوثيق في نهاية التقرير، يعني النماذج، في نوعين من النماذج، في نموذج اول يسمى به اللي هو الام ال اي اللي هو هذا يعرف بالامريكان اللي هو الاي مودرن لانجويجز اللي هو اسوسيشن، اللي هو مودرن لانجويج اسوسيشن يسمى بالاي، وفي الاي بي اي، الاي بي اي هذا النوع يعرف بانه اللي هو الامريكان فيسيولوجيكال اسوسيشن اللي هو جمعية علماء النفس الامريكية. دي عبارة عن توثيقات يعني بيستشهد بها في العملية الخاصة بايه، في نهاية المتن، في نهاية المتن في التوثيق في الريفرنسز في المرجع، انا كان نجي نعرفها. تو فريكوينسي يوز سيستم اوف ذا برينسيبال دوكيومنتيشن اور فاوند ذا اللي هو ام ال اي اللي هو بيسمى ب اللي هو المودرن لانجويج اسوسيشن هاند بوك فور ريد فور رايترز اور ريسيرش بيبرز اند ذا بابليكيشنز مانوال اوف ذا American Physiological Association جمعية علماء النفس الأمريكية. The Modern Languages Association اللي هو الـ MLIA ده system used primary in the human test في العلوم الإنسانية and others related اللي هو disciplines. والـ ABA format اللي هو جمعية علماء النفس الأمريكية system هذا يستخدم is used in اللي هو في الـ psychology nurse في علوم التمريض and الاولريت تكنولوجي او تكنولوجيكال فيلدز في العلوم التكنولوجيه بوس الاثنين مع بعض. لا سوري، هنا يوز في الجانب الخاص بالاولريت هيلث في الجانب في العلوم الصحيه، كذلك في السوشيال ساينسز العلوم الاجتماعيه ان سم بزنس حتى العلوم الخاصه بالبزنس ان تكنولوجيكال فيلدز، لكن مع بعض الاثنين مع بعض بوس الام ال اي والاي بي اي يوز اللي هو الجانب الوراثي اللي هو البارتيكل اور ان تكست دوكيومنتيشن ذات از ذا رايت تيلز ريدرز اللي هو الكاتب والرايتر يخبر القراء دايركتلي بشكل مباشر ان ذا تكست اوف ذا بيبر ات ذا مومنت ذا اكنولجمنت از نيسيسري وات ريفرنسز از بينج سايتد. بالتالي يعني يستخدم كل من ال ام ال اي اللي هو المودرن لانجويج اسوسيشن والاي بي اي اللي هو الامريكان فيسيولوجي اسوسيشن التوثيقان هذا اي يعني في 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 نص معين، ويخبر الكاتب بالقراء مباشره في النص في نص الورقه، وكذلك في شنو في الريفرنسز في انه الوقت الحالي الاعتراف الضروري هو المرجع الذي يتم الاستشهاد به في اذا كان إذا يعني بطريقة جمعية علماء النفس الأمريكية أو بطريقة اللي هو يعني جمعية اللغة الحديثة. يعني كل هذه عبارة عن يعني documentations، يعني شو ال type of documentations work cited of references pages بمعنى عمل مقتبس أو صفحات مرجعية. whether you follow اللي هو يعني سواء كانت يعني تم اتباع اللي هو ال MLA أو ال ABA you will need to list your source at the end of your report on a new page under the title of word cite or references at the top and then arrange the list alphabetical by authors list name. Okay, expect when no authors enlisted but as a table زي اللي هو التابل هذا بوضح لنا. طيب نشرح الكلام اللي هو اللي فوق هذا، يعني بيقول انه يعني سواء كانت تم اتباع الـ ABA أو الـ MLA تحتاج إلى سرد مصادر في نهاية تقريرك في صفحة جديدة، في صفحة منفصلة تماما جديدة تحت عنوان الأعمال المذكورة أو المراجع references، يعني إما يكون work cited or references، يعني الأعمال اللي هو
الاعمال او شنو او ريفرنسز اللي هو المراجع، يعني في صفحه منفصله اخر التقرير يسمى بالمراجع. بالتالي في الاعلى ثم ترتيب القائمه ابجديا حسب المؤلفين، ابجديا يعني A B C D الى ان X Y Z، يعني هو بالحروف اسماء العائله او اللي هو يعني او اذا كان بطريقه اذا اسيو يوز، اذا كان ام ال اي او اي بي اي، كل طريقه لديه نظام معين. بالتالي الشكل ده قال بيوضح لنا اختلافات كبيره بين الام بي اي و سوري ام بي اي ام ال اي والاي بي اي حول وضع المعلومات وعلامات الترقيم واستخدام الخط المايل وعلامات الاقتباس والرسمله. كل هذه اللي هو يعني بيتم توضيحها في الشكل ده، بالشكل اللي بوضح انه اللي هو الاوستر ان تايتل كده باي نوع، يعني هذا هو الجوانب الخاص بشنو بال هذا التوثيق كله، يعني بالاي الام بي اي اللي هو المودرن لانجويج اسوسيشن، وهذه الطريقه بمثل الاي بي اي اللي هو الامريكان فيسيولوجيكال اللي هو يعني اسوسيشن جمعيه علماء النفس الامريكيه. هذه يعني هنا يكون مستقر، لكن في الكتاب موجود في الصفحه معينه، وحتى في البي بي تي وفي الـ في الـ بكون واضح موجود في اللي هو حتى في البي دي اف فورمات موجود، الناس تعرف بس الفرق ما بين التوثيقين في المجال المعين. اخيرا اللي هو الموديل قبل الاخير اللي هو العنوان رقم 5، الموديل لونج ريبورت، نموذج لعنوان يعني مطول في المعين المجال المعين. The following long report in the figure اللي هو في نموذج في شكل رقم 9.2 دي was written by the senior training اللي هو specialist اللي هو senior training، يعني تم كتابة تقرير طويل التالي في شكل رقم كده بواسطة اخصائية تدريب كبيرة اسمها اللي هو تير سميث اللي هو روكل and her staff for the voice president of human resources who had to document it. بالتالي يعني ما موظفيها التابعين لها نائب الرئيس للموارد البشرية الذي طلب منهم ذلك انه كتابة تقرير مطول. بالتالي كما يحدث في عالم العمل as often اللي هو happiness in the world of work only اللي هو هي براء اللي هو Rockles names هو طبعا name of person شخصية معينة هي female اسمها اللي هو Rockles قامت بكتابة تقرير طويل مع موظفينا التابعين لها في قسم الموارد البشرية، وتم تكليفهم من مدير الموارد البشرية لكتابة هذه التقرير. بالتالي only rocks as the senior members of head of the department appearance of the report. بالتالي يعني لا تصير في التقرير سوى اسم يعني اسمها هي كعضو كبير ورئيسة القسم، يعني بالرغم انه التقرير تمت كتابتها من خلال مجموعة من الأشخاص، لكن يتم في النهاية يعني اسم الشخص المعين اللي هو رئيسة التيم أو رئيسة اللي هو الكوميتي اللجنة اللي قامت بإعداد هذه التقرير. إذا جزرت هي قامت بجمع المعلومات، جمعة البيانات جزرت relevant data أو relevant data from both primary research interviews direct observation site visions and lists and secondary research. الكلام ده يعني في بداية المحاضرة قلنا ان المصدرين المصدر الاول يسمى بالبرايمري، صحيح بالبرايمري ريسيرش اللي هو الاولية، برايمري حاجة اولية والسكندري حاجة مالها حاجة ثانوية، وذكرناها في بداية شنو في بداية المحاضرة دي عبارة عن بيانات او المعلومات، هي جمعة المعلومات من المصادر الثانوية والمصادر الاولية وقامت باعداد التقرير. هي عبارة عن يعني شخصية رئيس التيم ومعها مجموعة من الموظفين من قسم الموارد البشرية قاموا بإعداد تقرير وجمعوا استعانوا بمصادر أولية ومصادر ثانوية لجمع المعلومات لكتابة هذه التقرير. هذا الشكل اللي هو رقم 9.2 consists all the part of the long report discussed in this chapter اللي هو احنا يعني الشكل ده قال يحتوي إلى جميع أجزاء التقارير الطويلة التي تمت مناقشتها في هذا الفصل، وهي تناقشنا كم؟ ناقشنا 12 جزء، 12 جزء اللي هو كان 5 في اللي هو الفئة الأولى و4 في الفئة الثانية و3 في الفئة الثالثة، كانت الإجمالي كم؟ إجمالي 12 جزء. الشكل ده بوضح لنا ال 12 جزء all part of long report discussed in this chapter except اللي هو بس يعني ما عدا الكلاسري اللي هو القائمة بتاعت المصطلحات and appendix الملاحق
يعني بيكون باقي كم؟ الباقي 9 صحيح؟ لما 12 نشيل منها 2 الباقي 10، سوري الباقي 10، يعني 10 جزء كلها موجودة في شنو؟ في هذه التقرير، ما عدا الجلاسري، قائمة المصطلحات كانت موجودة والابندنكس الملاحق كانت ما موجودة. Intended for a decision maker interested in the learning more about the problems multinational works face to report does not contain the technical themes technical terms and data that would require a glossary and appendix الحاجتين دين اللي هو قائمة المصطلحات والملاحق هذه هي ما موجودة في هذه التقرير. هذا تقرير مطول، تقرير مطول جدا، بادي بعنوان يعني مفهرسة بتاريخ معين، بدأ بشنو؟ بالابستراك اللي هو الجزء الأول، الكلام ده الجزء ده الابستراك، وفيه اللي هو التابل اوف كونتنتس اللي هو ده التقرير شو قبل احنا ذكرنا انه التابل اوف كونتنتس بيكون مثلا ده جدول في الصفحة الفلانية، الجدول اللي هو البيرب والأغراض في صفحة 7، جدول الدسكشن في صفحة كده، التابل اوف كونتنتس اللي هو جدول المحتويات، جدول بيوريك المحتويات، ليست اوف يوتيلايزيشنز اللي هو قائمة اللي هو الرسومات التوضيحية، فيجر نحن وذكرنا قلنا التوضيحية عبارة عن فيجر او شنو او شنو او جداول صح، فيجر او برجراف او دايجرام، الفيجر ده موجود في صفحة 6 وجدول هذا هو الجزئية الثالثة الليست اوف يوتيلايزيشنز. كذلك الانترودكشنز فيه كل الجوانب اللي هو الباك جراوند، قلنا الانترودكشن يكون فيه باك جراوند، يكون فيه الدايجرام، كل الحاجات موجوده في الانترودكشن، فيه اربع اجزاء اساسيه. الجزئيه الخامسه اتكلم عن اللي هو الديسكشنز، برضو فيه الديسكشنز، هذا التقرير يعني واحد من الاجزاء الاساسيه للتقرير اللي هو الديسكشنز، تحدثنا عن الديسكشنز في المجالات المعينه، وتحدثنا ايضا عن الكونكلوجن صحيح، الكونكلوجن هو الخاتمه، هذا هو يمثل الخاتمه. الريكومنديشنز ايضا التوصيات، قلنا بناء عليه يعني بنوصي انه يتم الحلول المشاكل الخاصه بالشركه الفلانيه في الريكومنديشن، عباره عن الحلول عباره عن 1 2 3، هذا هو الريكومنديشنز. واخيرا قلنا في ريفرنسز او المراجع، تصحيح المراجع التي استشهدت بها اذا كان جورنس او كتب، بيوري انه نحن يعني اعتمدنا على المرجع الفلاني في صفحه كده وقمنا بكتابه كده، هو الريفرنسز او المراجع. كده بكون انتهى التقرير الطويل او الاجزاء التقرير ما عدا اللي هو الحاجتين اللي هو الابندنكس واللي هو الكلاسري. Final words of advice about long report، بالتالي الكلمات النهائية للنصائح الخاصة حول التقرير الطويل. ربما لا يكون جزء من ال يعني perhaps no piece of writing you do in the job اللي هو increase nor wait that the long report، بالتالي قال ربما لا يكون أي جزء من الكتابات التي تقوم بها أثناء العمل أكثر أهمية من التقرير الطويل. يعني التقرير الطويل هي اكثر شنو؟ اكثر اهميه اللي هو في 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 كل الكتابات اكثر اهميه تقريشن اللونج ريبورت، التقرير المطول. يو كان سمبليفاي يور جوب ان انكريز يور اللي هو تشينجز فور سكسس باي فولوينج ذيس جايد لاينز فور سكيدولينج ريسيرشينج ان كولابريتنج، بمعنى يعني يمكنك تبسيط عملك وزياده فرصتك في النجاح باتباع هذه الارشادات للجدوله والبحث والتعاون. نشوف الارشادات الخاصه بالجدوله بالسكيدجولينج والسيرشنج والكولابريشن بالنسبه لشنو؟ للونج ريبورت، التقرير الطويل. طيب هذه الارشادات، اول حاجه بلان اند ورك ايرلي اللي هو التخطيط والعمل مبكرا. Don't اللي هو Boston work until a deadline draw never، يعني لابد أن تخطط للعمل بشكل مبكر ولا تؤجل العمل حتى يقترب الموعد النهائي. الحاجة الثانية do a thorough search among internet print and other resources، قم ببحث شامل بين الانترنت والمطبوعات والموارد الأخرى، يعني ما يعني لا تعتمد على شيء معين بل عدد من المصادر. Divide your work load into manufactual units resources yourself that you don't have to write the report or even an entire section of report in the day to day too. بالتالي يعني قم بتقسيم أو قسم عبء العمل الخاص بك إلى وحدات ذات مغزى، وبالتالي يعني بتبين نفسك إنك لست مضطر لكتابة تقرير أو حتى قسم كامل يعني تقسيم كامل للتقرير
من التقرير اللي هو يعني الخاصة في يوم او يومين او كده، لابد انك تقوم بعملية شنو، تقسيم لعيب العمل الخاص بك الى وحدات ذات شنو، وحدات ذات مغزى معين. 4 set up mini deadlines for each phase of your work and team meet them. بالتالي قم بإعداد مواعيد نهائية يكون مسقرة لكل مرحلة من مراحل عملك، ثم قم بالوفاء بذلك. يعني تقوم بعملية إعداد مواعيد يعني مواعيد مسقرة، مواعيد يعني مسقرة بمعنى مواعيد تكون قصيرة لذلك، بالتالي في لكل مرحلة من مراحل عملك، ثم قم بالوفاء بذلك. يعني لابد انك تقوم بالتنفيذ توفي تلك المواعيد. اخيرا اللي هو الكونفير اوفن اند كيرفولي ويز اوثرز ان يور اللي هو جروب اوفيس. بالتالي تشاور كثيرا وبعناية مع الاخرين في مكتب المجموع، في مكتب مجموعتك او الجانب الخاص بمجموعتك في العمل في المجال معين، لاعداد تقرير طويل ويكون بعناية يعني فيه سكوجولينج، وفي نفس الوقت فيه ريسيرشنج بحث، وفيه كولابريتنج، فيه التعاون في المجال المعين. اخيرا نكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة وهذه المقرر. دائما اللي هو references successful writing at work third edition by Philip Collin. بالتالي هذه المحاضرة مفهرسة في اللي هو chapter 9 من هذا الكتاب. اخيرا سبحانك وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وهذه تحياتي دكتور آدم يعقوب، ونلتقي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.